اتفضلي يا مدام صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا جوزي عنده 37 سنة وعنده اللي هو موضوع الصلع الوراثي دوت، اللي هو ايوه أخويا الصغير بالظبط. هو كان بياخد اللي هو علاج يعني بالاسم، ما كانش مرشح للدكتور، يعني حد قال له عليه كده فهو مشي عليه. بس بعد معلش فترة انا مش ربنا، سامعك كويس، ممكن تقفلوا الميكروفون من عندكم يا هشام؟ ايوه اتفضلي كده. ايوه مع حضرتك. ايوه 37 سنه وعندك صلع وراثي. لا جوزي مش انا. جوزك. ايوه ايوه فهو العلاج اللي هو بياخده يعني مش ماشي عليه دايما، ودايما الاقي المخده بتاعته عليها شعر كتير بيقع، ايوه بس مش دايما. فمش عارفه بقى العلاج اللي هو يمشي عليه حضرتك ايه. شوفي بقى، هو كويس انت جيتي سؤالك في الوقت اللي احنا عايزين نقول العلاج. يا ترى اللي عنده صلع وراثي لما يجي يقول عايز اعمل زرع، نقول له على طول يلا نعمل زرع، ولا ندي له علاج الاول، ولا في علاج اصلا، ولا ما فيش؟ في علاج. العلاج ده بيكون عباره عن بخاخ. البخاخ ده دواء اسمه مينوكسيديل، والمينوكسيديل ده اصلا كان دواء بيستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع. اكتشفوا معاه ان الشعر بينبت زياده، احد مضاعفاته، فقالوا ناخده ونفصصه، وخدوا منه الماده الفعاله، بقت تتحط برشاش او بخاخ. تخش دي تخلي البصيلات كلها تنشط، تخلي البصيله راح طارده كلها الشعره القديمه مره واحده، تلاقي بيستعمل مينوكسيديل. اول ما يبتدي يستعمله اسبوعين ثلاثه الشعر زاد التساقط، تقول له احنا عارفين كده، بعد كده يبتدي النتيجه تبقى احسن. بيجيب نتيجه مش بطاله لكن له حدود، وعايز يستعمل طول العمر، اول ما تبطله هنرجع يمكن زي من الاول ما كنا. الدواء التاني بيتاخد عن طريق الفم اقراص، بيبقى نتائجه احسن شويه، خاصه في الرجاله في منطقه هنا. التثبيت هو الهدف، التثبيت بتاع الشعر على الوضع الحالي، تقليل معدل التساقط. انبات شعر جديد بيكون يعني البصيلات اللي لسه ما ماتتش بينشطها شويه ومطلع شعر خفيف، يدي ارضيه كده فروه الراس. العلاجين دول كل واحد فيهم له مضاعفات لازم نشرحها لكل واحد، وهناخده لودي التقدير. العلاج بتاع الشعر لازم تاخد على طول، اول ما تبطله هنوقفه هيرجع تاني زي ما كنت.